طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. صحيفة الأيام تتحدث عن قرية في حضرموت عاش سكانها أسبوعا بلا طعام. ومن موقع المشاهد، صحفي تعرض للاعتقال لدى الحوثيين يقول يسجنون الصحفيين في غرف ضيقة يطلقون عليها اسما خاصا. وفي تقرير للموقع بوست، تحركات دولية مكثفة، مساع للسلام أم إنقاذ للحوثي؟ أهلا بكم. عشرات الصحفيين اليمنيين محتجزون منذ سنوات داخل معتقلات ميليشيات الحوثي، ولكل واحد منهم قصة اعتقال مختلفة عن الآخر. موقع المشاهد نت يروي أحد تلك القصص ويعنون الموقع. نعمان يقول: أسبوع في معتقل الحوثيين لا ينبغي التسليم بتجريم الصحافة. قبل غروب شمس الخميس 21 من يونيو 2018، كان نحو 10 مسلحين حوثيين يحاصرون منزلا في قرية المصاعد بمديرية ماوية شرق تعز في مهمة اعتقال الصحفي سامي نعمان، الذي لم يكن ساعتها يدرك سببا طارئا لاعتقاله أو جرما ارتكبه يقتضي هذا الهجوم والاختطاف المباغت. ويقول سامي إن والدته أبلغته أن طقما حوثيا بالخارج يسأل عنه بعدما استفسرت عن سبب مجيئهم فرفضوا الإفصاح. ويضيف: لحظتها دخل غرفة طفلي معتز 9 سنوات مفزوعا: بابا بابا، الحوثيون حاصروا البيت كل اثنين من جهة، ولما نزلوا من الطقم شحنوا البنادق وفتحوا أمانات أسلحتهم بسرعة. كان مشهد انتشار المسلحين وتطويق المنزل أقوى من محاولاته طمأنة أمه الفزعة وعلى وحيدها وابن على ابنه الذي يعتقل لأول مرة في حياته بطريقة استعراضية تعكس مستوى الخوف أكثر من القوة والشجاعة. يقول نعمان: خرجت أعزلا واتجهت مباشرة ناحية قائد الطقم، فطلب مني الذهاب معهم قائلا: أبو ماهر يشتيك. وأبو ماهر هو المسؤول الأول أو المسؤول الأمني الأول للحوثيين في محافظة تعز. أدخل نعمان زنزانة تكتظ بالمعتقلين والمجانين تعرف بالضغاطة بالدور الثالث في عمارة بمدينة الصالح بمفرق ماوية شرق مدينة تعز، التي وصلها 8:30 مساء تقريبا، وكانت مغلقة النوافذ عدا فتحة بحجم كف اليد في اتجاهين. وكأغلب المساجين كان ينام على البلاط ويتوسد أحذيته ملفوفة ببعض الملابس. بعد التحقيقات المطولة مع نعمان، أمضى قرابة أسبوع في معتقله وتابع قضيته كثير من أصدقائه ومعارفه حتى إطلاق سراحه، ليقضي بعدها أياما في قريته ثم أسابيع في صنعاء ثم انتقل إلى مدينة تعز. رائحة البارود في أزمات اليمن الدستورية. تحت هذا العنوان كتب محمد علي السقاف مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: في الحالة العربية وفي اليمن بوجه خاص، أغلب الدساتير هي حبر على ورق، بل هي أيضا مصدر لعدم الاستقرار وإشعال فتيل صراعات مسلحة بين أطراف المشهد السياسي في البلاد. أولى الأزمات الكبيرة التي حدثت مع قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990 أن مشروع دستور الوحدة تم الاتفاق على صياغته من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين من جنوب اليمن ومن اليمن الشمالي. انتهت أعمالها بصياغة مسودة الدستور، وقد وضعت مسودة الدستور على الرف ولم يصادق عليها من قبل قيادتي الدولتين في الشمال والجنوب لأسباب كثيرة، منها الإقرار بنوع من التعددية السياسية والحزبية. وبتحسن العلاقات بين البلدين، توصل الطرفان إلى توقيع اتفاقية دولية في 21 من مايو 1990 بإعلان قيام دولة الجمهورية اليمنية، وبرزت مباشرة مشكلة دستورية في كيفية التوفيق بين نص اتفاقية الوحدة التي استحدثت منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة كممثل لجنوب اليمن، وصمت مشروع الدستور الذي لم ينص على وجود منصب نائب الرئيس واختصاصاته الدستورية. وهنا بدأ أحد مظاهر الصراع بين الشمال والجنوب، حيث ادعى الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن على علي سالم البيض أن يقبل ما سيوافق عليه صالح من إعطائه صلاحيات دستورية يحدد هو نطاقها.
كان من المعتقد أن أحد أوجه الاختلاف بين الأزمتين السورية والليبية والأزمة اليمنية هو أن الأخيرة امتازت عنهما بوجود مسودة دستور جاهز يعالج مختلف أوجه أزمات وصراعات النخب السياسية، بينما في الحالتين السورية والليبية لم تتفق أطراف النزاع على صياغة دستور موحد لفترة ما بعد نهاية الصراع. ولكن أثبتت الحالة اليمنية أنها أكثر تعقيدا من الأزمتين السورية والليبية، لأن الدولة اليمنية في الأساس هي حصيلة توحد دولتين لهما سيادة في دولة واحدة، وأظهرت تجربة الوحدة الحاجة إلى الانتقال من الدولة البسيطة الاندماجية إلى الدولة الاتحادية. الموقع بوس يتساءل في صفحته الرئيسية حول معركة الحديدة: تحركات دولية مكثفة، مساع للسلام أم إنقاذ للحوثي؟ وقال الموقع أنه في ظل التصعيد العسكري في أغلب الجبهات في اليمن من قبل القوات الحكومية المدعومة من التحالف وجماعة الحوثيين خصوصا الحديدة، يكثف المجتمع الدولي تحركاته لإيجاد حل للصراع الدار في البلاد منذ 4 أعوام. ويفيد الموقع: تأتي التحركات الدولية بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي مارتن جريفيث تأجيل المشاورات بين الأطراف اليمنية إلى نهاية العام الجاري. وفي السياق ذاته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من كارثة قد تقع في الحديدة التي تشهد قتالا عنيفا بين الحوثيين من جهة والقوات الحكومية مدعومة من التحالف العربي من جهة أخرى. وقال جريفيث إن تدمير ميناء الحديدة في اليمن سيكون كارثة، محذرا من تداعيات الأمر على البلاد التي تشهد أزمات على جميع الأصعدة، مكررا دعوته لوقف إطلاق النار. ويرى سياسيون استطلع رأيهم الموقع بوست أن التحركات الدولية المكثفة عن الحرب في اليمن أن هناك تحركا جادا لوقف الحرب في اليمن وإنهاء الصراع، فيما اعتبر آخرون أن تلك التحركات تأتي في سياق إنقاذ جماعة الحوثي التي باتت تتلقى الهزام بأكثر من جبهة وتحديدا جبهة الحديدة. احتل خبر إقدام ميليشيات الحوثي بصنعاء على قتل شاب في يوم عرسه المواقع الأخبارية، والتي تتحدث عن تفاصيل مرعبة لعملية القتل وعنون موقع الصحوانت. ميليشيا الحوثي تداهم عرسا وتقتل العريس وثلاثة آخرين شمال صنعاء. وحسب المركز الإعلامي للمقاومة أو لمقاومة صنعاء، فقد داهمت ميليشيا الحوثي عرسا في قرية الحطاب بوادعية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء، حيث طلب الحوثيون من أهالي القرية تسليم العريس ووالده للتحقيق معهم في قسم شرطة ذروان على خلفية إطلاق النار في العريس أو في العرس. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي اقتادت العريس ووالده إلى قسم شرطة ذروان بهمدان، وفي باب القسم أقدم الحوثيون على قتل العريس عمار علي هادي الحطابي أمام والده، ما دفع أهالي القرية إلى حصار قسم الشرطة واندلعت اشتباكات وأوقعت 3 قتلى آخرين من أهالي منطقة العريس و13 قتيلا وجريحا من الحوثيين. بعد مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، ما زال العالم خائفا من لحظات الجنون. غسان شربل يكتب مقالا بهذه المناسبة، ويقول شربل في مقال نشرته الشرق الأوسط: إنها الساعة 11 من اليوم 11 من الشهر 11 لعام 1918، بدء سريان الهدنة. قرع الفرنسيون الأجراس وتجرع الألمان السم. بدأ سريان الهدنة في الحرب الكبرى التي أنجبت بحرا من القتلى والجرحى والمعوقين والأرامل. فجر ذلك اليوم حضر الوفد الألماني لعربة من القطار العسكري للمارشال الفرنسي فوش، كانت متوقفة في غابة كومبيون. بذل الوفد محاولة أخيرة لإدخال تعديلات على النص الصارم المعروض عليه، ولكن حين تحدث المارشال أدرك الوفد أن الباب مغلق أمام أي تعديل أو اعتراض، وأن الخيار الوحيد المتاح هو التوقيع، ففعل. سيكذب التاريخ آمال من توهم أنها الحرب التي ستنهي كل الحروب. لا شراهة الدول تساعد، ولا حقد المغبونين، ولا قدرة الإنسان على التعلم من الويلات. بعد 22 عاما وتحديدا في 22 من يونيو حزيران، سيتقدم مهووس كبير لتسديد الحسابات. سيجلس أدولف هتلر في المكان نفسه الذي جلس فيه فوش، وسيرغم فرنسا على طلب الهدنة هذه المرة والتوقيع عليها في العربة نفسها. سيحطم الجنود الألمان عبارة كتبت في ذلك المكان وجاء فيها: هنا في 11 من نوفمبر استسلم كبرياء الرايخ الألماني الآثم مهزوما على أيدي الشعوب
التي حاول استعبادها. ولم يضع الفهرر الفرصة تمشي في جادة الشانزليزيه كما يتنزه سكين في جرح، وسيصطحب الجنود الألمان معهم قبل انسحابهم من فرنسا تلك العربة كي لا تبقى شاهدة على ساعة إذلالهم. بعد الحرب العالمية الأولى أطلق الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون نداءه التاريخي مطالبا بمنح الشعوب حق تقرير المصير. تتحدث صحيفة الأيام عن مئات الأهالي في محافظة المهرة ظلوا طيلة أسبوع بلا طعام، مكتفين بتناول التمر والماء فقط. ولكن كيف حدث ذلك؟ تقول الأيام أنه بعد أن ضرب إعصار لبان محافظة المهرة مطلع أكتوبر الماضي، أكد مواطنون في اتصالات هاتفية مع الأيام بأن هناك قرية تقع بين محافظتي المهرة وحضرموت دمرها إعصار لبان، لكن لم ينقل أحد وضعها ولم يغيثها أحد. وقال محرر صحيفة الأيام إنهم استمروا طيلة ساعتين يسيرون بالسيارة في طريق وعرة بين وديان وجبال وصولا إلى وادي شخاوي التابع لمديرية الريدة الشرقية، حيث يسكن بين الجبال مئات الأهالي الذين كانوا معزولين تماما. تقول صحيفة الأيام إن شخاوي منطقة قديمة عمرها آلاف السنين ويعتمد فيها الإنسان البسيط على زراعة النخيل، لكن إعصار لبان عصف بتلك القرية الصغيرة وجعلها منطقة معزولة عن الحياة. وعندما عصف إعصار لبان بالمنطقة انقطع عن الأهالي الطريق بسبب قوة الفيضان ودمرت أغلب البيوت الطينية القديمة، ولم يتبقى لهم إلا المنازل الحديثة، كما دمرت الوحدة الصحية والوحيدة في المنطقة ودمرت المدرسة الوحيدة وعزلت المنطقة تماما، كما دفنت الحجارة المتساقطة من أعالي الجبال عيون المياه التي تعتبر المصدر الرئيسي للشرب، وأصبح الأهالي يشربون من المياه الراكدة المتبقية في الوادي، وجرف الإعصار الآلاف من أشجار النخيل. ويؤكد المواطنون أنه لم تصل أي قوافل إغاثية لهم غير الإغاثة المقدمة من فاعل خير ينتمي إلى المنطقة، بينما وفر مركز خيري خليجي الخيم للمنازل المتضررة فقط. العرب يسددون فواتير إيران. تحت هذا العنوان كتب بشير البكر مقاله في العرب الجديد مضيفا: لم يسبق لأي عقوبات دولية على إيران أن انعكست بالإيجاب على العرب. تستفيد من العقوبات كل من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين وإسرائيل، لكن الدول العربية المعنية بالنزاعات مع هذه الجارة ذات النزعات التوسعية لم تعرف أي تراجع للتهديدات الإيرانية المستمرة والمتنامية ضد سوريا والعراق واليمن ولبنان وبعض بلدان الخليج العربي. يفرضون عقوبات على إيران من أجل ملفها النووي وبرنامجها الصاروخي بغرض منعها من التوصل إلى صناعة سلاح نووي يخل بالتوازن الاستراتيجي القائم في المنطقة والذي ترجحت كفته لصالح إسرائيل. هم يعرفون أن إيران لن تستخدم السلاح النووي ضد إسرائيل، ولكن يريدون أن يبقى السلاح النووي حصرياً بيد إسرائيل، وأن لا تصبح إيران من بين الدول التي تمتلك سلاح الردع الذي يجنبها احتمال شن حرب خارجية ضدها تقوض النظام الحاكم. هناك معزوفة دارجة بصوت عال في الإعلام: الغربيون يتذرعون بأمن إسرائيل، وإسرائيل تستثمر هذه البدعة، وإيران تسوقها وتتفاخر بها على العرب وتحملهم منة على أنها تحارب عدوهم الأول. وفي هذا المزاد المفتوح وحدهم العرب مثل السفينة بلا قبطان يلعب بها الموج سباحة، على حد تعبير المرحوم فهد بلان. وهم مقسمون بين المعسكرات، فبعضهم يصفق لواشنطن وبقية أطراف العقوبات، وآخرون يشجعون طهران ويقفون إلى جانبها من باب الممانعة أو يمد لها اليد تحت الطاولة. الصحفي باثي ثيام كتب عبر موقع سيني ويب الأخبار السنغالي أنه بسبب الحرب في اليمن الرئيس ماكي مدين باعتذار للشعب السنغالي. ويقول الكاتب: إن السنغاليين لديهم ذاكرة قصيرة، لكنهم نسوا بالفعل الشهور الطويلة التي كان خلالها السيد ماكي سال يقود البلاد بحذر في قراره بالمراهنة بحياة 2100 جندي بتسليمهم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في حرب اليمن. المملكة العربية السعودية قوة عسكرية كبيرة مدعومة من الولايات المتحدة ومناصروها الأوروبيون والشرق أوسطيين، وتحالفت مع قوى أخرى لحربها على اليمن، أحد أكثر البلدان فقرا
على هذا الكوكب، يقصد السنغال. ماكي ولعلمه بالمكان التي يحتلها الدين الإسلامي في قلب الأغلبية الساحقة من السنغاليين أصدر جملا موجهة جدا، حيث قال إن المملكة العربية السعودية هي الدولة التي ولد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودفن فيها، وبها توجد مكة والمدينة. لذلك إن كان لدى السعودية مخاوف بشأن أمنها وطلبت مساعدة أصدقائها فلن تتراجع السنغال. إذا تم تهديد الأماكن المقدسة فسنرى ما سيكون من الضروري القيام به. في الحقيقة يقول الكاتب: كان هذا البلد هو المعتدي لا المعتدي عليه، لم يكن أمنه مهدد، وكان يتوجب على ماكي معرفة ذلك. ويتساءل الكاتب أيضا: من سيتعرض أو من سيعترض على ذهاب ابنه في جهاد حقيقي على الرغم من وجود جيش للدفاع عن الأماكن المقدسة للإسلام؟ فإذا قتل فقد يعتقد المرء أنه شهيد، ليس عليك حتى أن تغسله، لكن هل لدى السنغال جيش مسلم؟ يتابع تساؤله بالقول: هل للسنغال مكانة في تحالف إسلامي يهاجم بلد إسلامي آخر؟ تحالف عربي يهاجم بلد عربي آخر في حرب كان بعض السنغاليين عرضوها؟ لكن ماكي الرئيس لم يأخذ بآرائهم، لقد قرر القائد الأعلى للجيوش المشاركة أو قرر المشاركة نقطة وانتهى. لكن لا مناقشات حول هذا الموضوع، لقد قرر بنبرة قطعية كملك مطلق. مبتكر أشهر الأبطال الخارقين بشركة مارفل للقصص المصورة مات. كان هذا الخبر الذي نقلته شبكة البي بي سي، وقالت فيه إن ستانلي الكاتب الأمريكي والمدير السابق لشركة مارفل للقصص المصورة توفي عن عمر ناهز 95 عاما. وابتكر ستانلي في عام 1961 فريق فانتاستيك فور المكون من 4 أبطال خارقين لصالح مارفل، ثم واصل ابتكار شخصيات خارقة شهيرة أخرى مثل الرجل العنكبوت والرجل الأخضر. من ابتكارات لي كذلك أيضا سيلفر سيفر ورجال إكس والرجل الحديدي. ابنته جي سي لي وفي حديث لموقع تي ام زد لأخبار المشاهير قالت إن والدها كان أعظم الرجال وأكثرهم احتراما، وكان يشعر بالالتزام تجاه معجبيه، لذا استمر في ابتكار شخصيات جديدة. في جولتنا المصورة لهذا اليوم اخترنا لكم صورا متنوعة من صحيفة الجارديان البريطانية إلى الصور. ماذا تحمل لنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما سنتابعه في فقرتنا التالية. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.